الشتا مزيان سي تام. والله مالك الحمد خير موجود وربي كبير. امتى غادي تحرز؟ وعما قريب ان شاء الله. عما قريب اش كتسنى الارض دروات؟ اش كتسنى؟ كنتسنى نشري شي نعيجات ونحرت. وليش بغيتي حتى النعيجات؟ علاش بغيتي النعيجات؟ والنعاج مشروع كله فلوس. غادي نشري نعيجات نتهلا فيهم يولدوا لي خرفان، ومن هنا العيد الكبير نبيع الخرفان ويبقاو لي النعاج فضل. هذا هو المشروع ولا فاه؟ لا عادي مبا غزال واني خساره ما عنديش فلوس كتار. ما عوض نشري 10 نشري 20. انا نكمل لك داك الفلوس اللي خاصني نكون ندخل معاك شريك. وبالفرحات عليا وانا كرهتك ما لقاش ما احسن منك انسيبي. وانت منين غتجيب الفلوس؟ كاين اللي ما يرفضش ليا الطلب. انا تسناوني حتى العيد الكبير انجيب لكم الفلوس متلتي. انا دابا غادي نمشي ندبر في الفلوس ما يخسرش ليا. خذ ابا خذ. سي ناصر. اهلا خويا شحال. اهلا. سولتي فيك ما كاين باس. اخويا ناصر انت جاري وحبيبي وقريب لقلبي، الا خبرتي عليا خاصني نسول فيك، هذا الواجب عليا ولا لا؟ عندك الصح، الوقت والزمان هذا. ويني قالوا لي مالي الدار باغي تشوفني. اخويا ناصر ما كاين ما نخبي منك، بغيت شويه د الفلوس، باغي نتقدى شي سلعه. سلعه؟ اش من سلعه بغيتي تشري؟ واللي نقدر نقول لك هو ان السلعه هذه كتولد وفلوسك اعتبرهم في الامان. نسلفك وانت تردهم ليا. ودور الحركه وصافي. وإلا ما دارش هاد الحركه تاكلني. اصبر عليا من هنا حتى العيد الكبير. وباش علمتي باللي غادي تقدر تدور الحركه؟ وإلا ما دارش من دابا 20 عام؟ اللي قول لي ما بغيش نسلفك واختصر الطريق. واش حال انت راك خويا حبيبي وصاحبي وجاري. وانا ما نبقى ندور ولا نتلوى عليك. انا ما كنسلفش. هذا اخر كلام عندك. وبالحلوف. لو سمح لي يا اخويا ناصر واسمح لي على هذا الازعاج اللي تسببت لك فيه. نجي نشرب واحد الكاس ديال اتاي بعدا. راني نمشي نشوف اللي حن عليا، ما عنديش الوقت ما نضيع. اشكون اللي غادي يسلفوا دابا في هذا الوقت؟ اللي عنده شي فرانك راه مخبيين دوير الزمان. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. يا سيدي ربي لا ما فك ضيقتي. يا سيدي ربي يا سيدي ربي انا متايب ليك رزقني غير واحد 60 ريال. 60 ريال باش نساير ايامي. الحق ما كافيانيش، زيدني واحد 20 ريال، حيت 60 ريال ما عندها با تقضي ليا، ما غاديش تكفاني المشروع ديالي. يا سيدي ربي لا تخيب رجايا ورزق هاد العبد الضعيف جحا غير شويه من خيرك. 80 ريال يا سيدي ربي، 80 ريال وما باقيش نطلب لك شي حاجه بالخير. الا مشيت تطلب لك شي حاجه الله يرزيني يا سيدي ربي في جاري وتريكته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. شوف السي حمدان كان واعدك وحق اللي الحق باش يعرفوا الرجال الى ليله العيد الكبير تاخذ الامانه دي. ترى ما كاينش اجحى الله يهديك، راه ما كاين لا بيع لا شراء، راه والو ما عنديش. واش حمدان راه قال لك اذكروا نعمه الله عليكم. انت مالك مخصوص؟ وانا كنشوف الحانوت تبارك الله هامره سلعه والناس داخله خارجه وبيع شاري مع راسك، شنو خصك؟ هذا اللي كتشوف فيهم كيدخلوا يخرجوا راه كيسولوا على الثمنات وكيزيدوا، راه ما كاين لا بيع لا شراء قلت لك. هي ما نعولش عليك سي ليلى. هي اسمح لي يا سيدي. دوز بخير دوز بخير. ما سلفتيش؟
داز عندك انت هو الاول هذا جاي داز عندي انا الاول وقلت لي ما عنديش دابا اش باغي هو الفلوس هادو اش باغيهم قال لك سيدي باغي يدير شي مشروع ديال شي سلعه كتولد باغي يدير الفخار ولا باغي يدير المجامر قال لك في العيد الكبير والله هاد الجحا هذا راه متعه متعه وسكتي وكنت نشوف المتعه هو كان جالس وكيهز كفوف الله وكيقول يا ربي اعطيني 80 ريال باش ندير مشروع لا حول ولا قوه الا بالله ناصر جاتني واحد الفكره معتبر قول كاينه عبدك يا سيدي ربي وشكرتك انت يا سيدي ربي قلتي ادعوني استجيب لكم وانا دعيت يا ربي وانت استجبتي لي عبدك يا ربي وشكرتك منين جاك داك الفلوس؟ اش من الفلوس؟ جحا صحابك ما شفتكش راهم في يدك بسم الله الرحمن الرحيم حتى حاجه ما كتزهق لك دياولي منين جاك ديالك؟ عاد البارح قلتي خصك تسلف شكون سلفك؟ حتى واحد ما سلفني هاد الفلوس صيفطهم لي سيدي ربي جحا وبركه من الهلن وقول لي منين جاوك؟ راني قلت لك وما صدقتينيش سلفك ناصر لا ناصر ولا حمدان غير تهني مع راسك حتى واحد فيهم ما كيصيح يا سيدي امنا بالله تيقتك هذا رزق جحا جابوا ليه الله وملي مولانا عطاك هذا الرزيق عطيه مني منه غير شويه نشري شي تويب ونخيط شي كسيوه زوينه هاد الشراء وطلعوا ليا في راسي ما يمكنش علاش ما يمكنش ربي ما بخلش عليك وانت بغيتي تبخل عليا ربي راه صيفط ليا غير باش نفك ضيقتي وندير مشروع مع باك ماشي باش نشري لك التوابات صباح الخير جيت نشوف كيفاش بقيتي مع ديك الفلوس اللي لقيتي البارح فلوس اش من الفلوس فلوس اللي لقيتي قدام الباب خنيشه بيضاء ايوا هذوك رسلهم لي سيدي ربي سبحانه سيدي ربي هذوك راه انا اللي سلفتهم لك ملي شفتك كتطلب الله وكتقول يا ربي فك ضيقتي بقيتي فيا وحطيتهم لك بديك الطريقه باش نضحك معاك والله هذاك السي ناصر سير هذا الكلام قالوا شي حد اخر قال بقيت فيك انا ما بقيت فيك حتى بالمعقول ما بقى غير بالضحك واللعب ياك انت طلبتي غير 80 ريال وهذاك الشيء راه اكثر من 80 انا طلبت الله سبحانه وتعالى القليل هو رزقني الكثير رزق لي من خزائن الواسعه هذا الشيء اللي كاين ويلا كذبتيني سول حمدان اسيدي ما غنسول لا حمدان ولا فهمان بجوجكم قاصحين القلب وما كتعتقوا ما كترحموا اجحى الله يهديك دير عقلك انت اللي دير عقلك نيت وكاع الا ما عجبكش الحال سير دعيني ندعيك ايه ويلا معايا عند القاضي ما نقدرش نمشي معك علاش الطريق بعيده عليا والطقس بارد و الشتا ما بقى لي غير الدا طيح اجي اجي الا كان الطريق بعيد عليك ها حمار تاهي ركب عليها يلا زيد انا هلم والبرد ها سلهامي ها هو سيدي يلا دير سلام ها هو ايوا دابا نمشي معاك يلا صافي دفيتي صافي يلا زيد وهذه هي قصتي مع جحا سيد القاضي وانت جحا باش كترد باش كنرد نعم سيدي انا راه غير طلبت الله سبحانه وتعالى هو يرزقني من الخير وهذا الشيء اللي كاين سيد القاضي راه انا اللي كنقول الحقيقه والله لا انا اللي كنقول الحقيقه قلت انت كمل يا جحا
شوف نعم سيدي، هذا راه جاري نعم سيدي، الخاوه هذه وليها عليا باطل كبير. انا نعم سيدي راه وليت دابا خايف لدني يطمع عليا في املاكي كلها. نعم سيدي وماشي بعيدي هاد الحماره حاشاك اللي جيت راكب عليها، يقول لك حتى هي ديالو. شحال ياك انا عطيتك حمارتي باش تجي عند القاضي؟ نعم سيدي دابا انا عاد زدت خفت بالمعقول. نعم سيدي راه رزق وليداتي في حماك ورزقي في حماك كذلك، لان ماشي بعيد نعم سيدي من الحماره يدوز يقول لي هاد السلهام تا هو اللي على ظهري تا هو ديالو. حتى السلهام طمعتي فيها شحال؟ نعم سيدي دخلنا عليك بالله سيد القاضي والنور اللي في وجهك. واش كاين شي واحد مخاصم مع شي واحد وداعي لعند القاضي ويعطيه الحماره ديالو حاشاك يركب عليها والسلهام ديالو يلبسو؟ ايوا بركه بركه من هاد الباطل اللي مطيح على الراجل. سيد القاضي انا راه عندي الشاهد، والله الا عندي الشاهد. هادشي اللي كتقول ما كيقبلوش العقل، لذلك المحكمه كتحكم عليك بغرامه ماليه، ولا بقيتي رجعتي بحال هاد الفعله غادي يكون المصير ديالك هو الحبس. هادي هي العداله ولا فلاسه هذا القاضي؟ وانا نعم سيدي النور اللي في وجهك وعلى وجه هذاك النور وعلى وجه الجوره اللي كتجمع لي مع هاد خويا ناصر، انا كنتبرع عليه بهذا السلهام خيريه مني. الله يوفقك نعم سيدي. ما عندي ما يتسالك شحال. Thank you.